قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذلي أبو الحسن قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن قد دل على المولى وسما في الفضل إلى أعلى قنن قد دل على المولى وسما في الفضل إلى أعلى قنن وأتى في هذا العلم بما قد زاد على أبها فنن معرفة المولى غايته فاتبعه على هذا السنن معرفة المولى غايته فاتبعه على هذا السنن ورسول الله وسيلته فاغرف من هاتيك السنن وأساس بناء طريقته تطهير القلب من الدرن وأساس بناء طريقته تطهير القلب من الدرن فاسلك بالاسم المفرد يا صوفي وبالحق استعني واشرب كأس العرفان وضب سر التوحيد ولا تكني واشرب كأس العرفان وضب سر التوحيد ولا تكني وبحب رجال الله فد وإمام الكل أبي الحسن والزم أعتابا طاهرة إن جئت حميثرة الوطن والزم أعتابا طاهرة إن جئت حميثرة الوطن وبعيذاب قف وتمر تطهير القلب بالتهم وجد اليعقوب جاء بلا دعوى في أبواب الكفن وابن اليعقوب جاء بلا دعوى في أبواب الكفن فعطف يا مولاي عليه وعلينا جمعا بالمنن قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذلي وأبو الحسن قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذلي وأبو الحسن بحر الأسرار ما مهلا الروح له